السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الإخوة المنشدين مهدي سهوان وحسين سهوان، محمد عبد الجبار، محمد جابر ومحمد اليوسف وأحمد الحلواشي وعبد الجبار الدرازي، اعتقالهم اعتقالاً تعسفياً فارغاً من الأسس ومعايير عدالة الاعتقال القانوني. مدة اعتقالهم 45 يوماً. لو عرضت على ميزان حقوقي قضائي عادل لانكشف زيف وجور وظلم القرار. بالمقارنة مع أفراد تعتبرهم السلطة موالون لها، شهد العالم وسمع شتمهم وسبهم وتحريضهم وقيامهم بدور معيب حتى في شخوصهم باعتبار موقعهم في مؤسسة تنفيذية أو تشريعية، لم تحرك ساكنا حتى في استدعائهم أو ردعهم. هذا يعطي مؤشر على أن السلطة ظالمة جائرة منحازة ضد شعبها، تميز بين أبناء هذا الشعب. توقيف الإخوة جاء خلافا لما أدلوا به في التحقيق، جاء كعقاب استباقي، عقاب يوقع عليهم قبل أن يحكم القضاء في موضوعهم، القضاء العادل. من مصاديق الاضطهاد السياسي الذي عبرت عنه أو استخدمته السيدة نافي بلاي، وهنا أضع بين قوسين، إذا أعطت السيدة نافي بلاي تصريحا وفي شأن إحدى الدول، وجاء تصريحها في شأن البحرين بأنه يوجد في البحرين اضطهاد سياسي، فهذه شهادة ذهبية للضحايا وللمجني عليهم، وشهادة أيضا ذهبية ضد السلطة حينما تقول أن هذا العمل اضطهاد سياسي. شبابنا اليوم بالفعل يطبق عليهم الاضطهاد السياسي كما كان طبق في 2011، الآن يطبق على هؤلاء الشباب. استهداف النظام للحركة الشعبية الميدانية بدت بشكل واضح، برغم ما يعاب على هذه الحركة السلمية المنظمة من قبل الجمعيات السياسية من أنها تقدم إخطارا للتواجد في الميدان، يعاب لأن لكل له وجهة نظره، ولكن برغم هذا وهي قد أخطرت وتعلم بوجود هذه المشاركة الشعبية الجماهيرية الحاشدة، إلا أنها تعيش وجعا مؤلما يبدو أثر هذا الوجع واحمراره على خدها من خلال هذا النوع من الانتقام، لأنها لا تستطيع أن تعتقل 250,000 أو 100,000 أو 10,000، فتعتقل هؤلاء الشباب رسالة لكل من اجتمع في ذلك اليوم. هؤلاء المنشدين لم يأتوا بشعار جديد في هذه المسيرة يختلف عن الشعارات التي كانت في المسيرات السابقة.
الشعارات التي كانت في المسيرات السابقة. إذن هل السلطة كانت متخلفة ومتوانية وغير مهتمة وقد ارتفع عندها مؤشر الاهتمام لاستهداف من رفع هذه الشعارات وتعود على تكرارها حتى جاءت لحظة الصفر ليقولوا لهم أنكم أجرمتم برفع هذه الشعارات؟ هذا مؤشر آخر على الوجع الذي أصاب السلطة من وجود هذا الكم الهائل الجماهيري، وهو تأكيد على وجود الاضطهاد السياسي، الاضطهاد السياسي واضطهاد الحريات. السلطة دائما تتذرع وتبدي ألمها وتأوهها من استهداف المجتمع الدولي الحقوقي بين قوسين للدولة، ولكنها لا تنتبه إطلاقا إلى أن هذا المجتمع الدولي لا يهتم لشيء اسمه مملكة البحرين، وهناك قارات ودول بالملايين وجرائم لا تحصى في كل العالم، ولكنها تهتم للإنسان حيثما كان، في البحرين أو في النهرين أو في القارتين أو في الأرضين. هذا لا يهم هذه المؤسسات الحقوقية، وليس موجودا من الأفراد الحقوقيين الذين نتعامل معهم ويلتقي بهم النظام، خسة ودناءة ووضاعة في ضمائرهم حتى يستهدفوا دولة هنا ويستهدفوا دولة هناك. معيارهم الإنسان حيثما كان، وعلى الدولة وعلى السلطة بكل مسؤوليها أن تنتقل قليلا للمساحة التي يوجد فيها هؤلاء الحقوقيين، وستعرف طبيعة مشاعرهم، ستعرف طبيعة دورهم، وستعرف أيضا أنه لا يوجد أحد يستهدف الدولة في مقابل أنه يحافظ على حق الإنسان. السلة الدولية التي تحتوي كل إجراءات وانتهاكات ويعني سلوكيات السلطات كلها، السلة واسعة، لكن حينما يبين من خلال البيانات التي تصدر من هذه المنظمات على مدى سنة كاملة وتحتل البحرين مساحة كبيرة أو قائمة طويلة من البيانات، يدلل على أن ما يحصل في البحرين يندى له الجبين. وحينما تخرج بيان أو تبدي ظلامة لأحد المعتقلين أو الموقوفين أو ما إلى ذلك، تنزعج الدولة. لماذا تنزعج؟ اذهبوا للمجرم الذي تحموه بسلطتكم، بإدارتكم، بتصريحاتكم، بأجهزتكم، وأوقفوا جريمته. لن يتحدث أحد عن جريمة، وإنما سيبدأ يتحدث عن إنجازاتكم. ولكن ما يحصل بالفعل هو أن غياب العدالة في البحرين تعتبر مؤشرا لكل الحقوقيين الموجودين في العالم، ويعتبرون أن إجماع السلطات التشريعية والرقابية والسلطات التنفيذية الحكومية والسلطات القضائية وكل الأجهزة التابعة لها مجمعة على الواقع الانتهاكات في البحرين، يعتبرونه من أكثر الأدلة صلابة على أن هناك جريمة في حق الإنسانية في كل ما يدعى أو يقال أو يترشح من أن هناك جرائم ترتكب. لأن في كل العالم، أنا أقصد في كل العالم الحر، كل العالم الديمقراطي، أنا لا أقارن البحرين بما هو أسوأ منها، لأنني أحب أن أكون في دولة تقارن بما هو أفضل منها، بينما السلطة دائما تتحدث عن نحن أفضل من كذا، نحن نقول لهم أنتم أسوأ من كذا. فنحن نتطلع أن تكون البحرين كما تلك الدول التي يكشف فيها القضاء جريمة التنفيذ، ويحاسب فيها المراقب المنفذ، ويراقب المراقب أداء القضاء، وتتحقق فعلا الفصل
بين السلطات الأمر الذي لا يوجد في البحرين. 45 يوما لأناس، لشباب بكل شجاعة بكل وضوح وقفوا ورفعوا شعارات تعبر عن مطالب شعبية وعادلة تماما، ولكن تعتقد السلطة بأن إبقاءهم خلف القضبان تطبق القانون. نقول لا بأس، تفضلوا واعرضوا التهم على خبراء لهم رأي مهني في حدود الاعتقال والحرمان من الحرية، لأن الحرمان من الحرية هي واحدة من الجرائم التي يحاسب عليها النظام وحتى الأفراد. حتى فرد حينما يأخذ إنسانا ويحرمه من حريته يحاسب كما هو النظام أو السلطات. اعرضوا عليهم أوراق التحقيق، اعرضوا عليهم تحقيق النيابة، واعرضوا عليهم خلفية قرار وكيل النيابة لماذا أوقفهم حتى برغم وجود هذه الأوراق، واعرضوا عليهم مدة التوقيف، وسيكون نتيجة التقييم صفر.